الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم في البيت الأبيض، وذكرت مصادر أمريكية أن بايدن وشولتس سيركزان على تطورات الأوضاع في أوكرانيا، كما من المقرر أن تتناول القمة الأمريكية المخاوف المشتركة من احتمال تقديم الصين مساعدات فتاكة لروسيا. أعلن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا دعما لأية محادثات تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، ووعد الرئيس البرازيلي خلال لقاء بالفيديو كونفرنس مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه سيناقش جهود السلام في بكين وموسكو خلال زيارته للبلدين الشهر المقبل. ومن جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لتصويت البرازيل لصالح قرار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي دعا إلى السلام وطالب موسكو بسحب قواتها. اعتقلت السلطات الأمريكية شخصين في مدينة كانساس سيتي بتهمة التورط بإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا، وتظهر لائحة الاتهام أن الشخصين خالفا قوانين التصدير الأمريكية من خلال بيع إلكترونيات طيران تشغل طائرات روسية الصنع لعملاء في أنحاء العالم. وكان المتهمان قد قدما معلومات تصدير خاطئة تظهر أن ألمانيا وجهة نهائية لمعدات تم إصلاحها وتحمل ملصقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.